خلينا نرحب بالاستاذ احمد. تحياتي يا استاذ احمد، تحياتي جميعا. اهلا بيك. عرفنا على حضرتك، حضرتك مسلم؟ نعم، بارك الله فيك. مسلم سني ولا شيعي ولا قراني يا استاذ احمد؟ سني. بارك الله فيك. طيب الاستاذ احمد سامي هيكون مع حضرتك في النقاش حول هل الاسلام به معجزات ام لا. تمام. أهلا أستاذ أحمد، تفضل. الإسلام فيه معجزات؟ أنا بالنسبة لي، يعني مش بالنسبة لي، يعني قصدي الحوار، الطرح اللي بدي أطرحه إنه إحنا ما نراه في الطبيعة معجزات. فيعني أنا بالنسبة لي ما بعرف إذا العنوان صحيح، الإسلام فيه معجزات، بقدر ما هو إحنا ماذا نرى حولنا من معجزات. والإسلام دلنا على خالق المعجزات، فيعني يعني يفترض إنه هل النبي اصلا تعريف المعجزه ايه بالنسبه لحضرتك؟ هو الإشي المعجز، معجز لمين؟ يعني يعجز الشخص، يعجز يعني إنه أنت بتعجز الشخص اللي قدامك في الإشي اللي بتعمله، فيعجز عن يعني لو عمله. واحد لعبته شطرنج وراح مسافلتني في الشطرنج كده يبقى هو عجزني؟ لا، طب امال ايه؟ طب ما تديني تعريف كده، يعني اضبط لي التعريف. يعني انه يصير في قدامك حدث معين انت غير قادر على انك الاتيان بمثله. زي ايه؟ اديني مثال. زي ايه؟ يعني الخلق، يعني واحد قدامي يخلق حاجة. شوف، يعني انا هلا بدي افرق بين شغلتين. الاشياء المعجزة، يعني انا مثلا الاشياء الموجودة عندنا في الطبيعة هي عبارة عن معجزات، صح؟ احنا بنسميها المعجزات، انا هي والله اللي ما ما في. انا 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 عايز تعريف قبل ما اقول لك صح، يعني احكم عليه ازاي وانا مش عارف اتصوره. طيب هلا في عندنا تعريفين، في عندنا تعريف المعجزات اللي اجوا فيها الانبياء، وفي عندنا الاشياء اللي موجودة في الطبيعة اللي تعتبر معجزات. طب واضح ان الاشياء اللي في الطبيعه دي احنا مش عارفين نعرفها، خلينا نعرف المعجزات اللي جم بيها الانبياء. اوكي، مثلا المعجزات اللي جه بيها النبي محمد، مثلا قول لي كده تعريف المعجزه ايه وقول لي امثله عليها من اللي جه بيها النبي محمد. القرآن الكريم هي عبارة عن معجزة لأنه لم يستطع الإتيان بمثله. يعني في الاول التعريف المعجزه هو الحاجه اللي بيجي بيها النبي وما صحيح بيعرفش الاتيان والناس ما تعرفش تاتي بمثلها، صح؟ صحيح، نعم. طب كويس ماشي، انا مش عارف ابدا معاك ازاي. خلاص خلينا ناخدها يا ابدأ عم من عادي بالطريقة القران. اللي بدك اياها. يعني عادي القران ابدأ، قل لي ايش القران فكرتك، ايش اللي ببالك، عادي ما في مشكلة. خلينا في القران اوكي، ماشي. القران الناس ما عرفتش تيجي تاتي بمثله. مثله في ايه؟ صحيح. يعني ممكن خلينا نحكي كلغة او كحقائق موجودة فيه. لا لا، ما هو مش قوي، ما انت شايف ان الناس ما عرفتش ان هي تاتي بمثله، يبقى المفروض ان انا قبل ما تعجز الناس في حاجه لازم يكون في تصور مشترك عن الحاجه دي. يعني ما هو بمعنى جزء التحدي، ان تحدي حد في حاجه ده لازم يكون في معنى مشترك ومضبوط علشان نعرف نتحدى. ينفع انت كده تجيب لي اي كوتشينه وترصها لي اي رصه وتقول لي تعرف تعملها كده، اللي هي كده اللي هي ايه؟ اديني قوانين، اديني قوانين واضحه. طيب، يعني أنا مثلا لما أجي أحكي لك إنه أنا القرآن معجز عندي، أنا الحقائق الموجودة في القرآن واللغة اللي موجودة في القرآن ما راح تقدر تعمل زيها، بنفس التناسق، بنفس الترتيب، بنفس الحقائق اللي موجودة في القرآن، بنفس القصص أو بنفس الأحداث اللي ورد فيها القرآن، ما راح تقدر تجيب كتاب فيه أو غني بنفس الأشياء اللي مكتوبة في القرآن. يعني كتاب مثلا الفيزياء بتاع تانية ثانوي، الحقائق اللي فيه مش زي الحقائق اللي في القرآن، ما عرفش يجيب زيها، ما عرفش يجيب زي القرآن. الفيزياء مش كتاب تشريعي. ما انا بصراحة محتار معاك يا استاذ احمد. يعني انا عايز اعرف، يعني احط ايدي على المشكلة. انا مش طيب، عارف انت ايه الحاجة بالظبط اللي انت بتقول اوكي، ان موجودة خليني في احكي لك القرآن شغله. ومحدش عارف يعرف يجيب زيها. طيب، انا بدي احكي لك شغله. القرآن لما نزل على القوم اللي قبل 1400 سنه، اللي هم قريش، او خلينا نحكي الاقوام اللي كانوا عايشين في مكه، تمام، هم اقوام كانوا مشتهرين بالفصاحه والبلاغه، صح؟ يعني من باب اللي كان فيها المعلقات اللي موجودة على ستار الكعبة وغيرها، فكانوا مشتهرين بهذا الموضوع، وكان عندهم نوابغ الشعراء، حسان بن ثابت وغيره 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 والأقوام اللي كانت، فكان لسانهم فصيح جدا، فكانوا ماشي. أصلا يتباهون بالشعر واللغة والفصاحة والكلام البليغ جدا. لما إجا القرآن ما كانوا قادرين يجيبوا إشي بنفس الرذم أو بنفس النص القرآني، هم كانت عبارة عن بحور شعرية، شطر شطر آخر، موازين شعرية.
فالقرآن لما إجا بطريقة بلاغية لكن مش موزون شعريا، يعني هو كويس. مش شعر، هو يعني هو كلام دلوقتي موزون. نعم القرآن مش شعر، ماشي؟ نعم لا ولا طبعا شعر؟ لا 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 مش مش شعر، شعر. طب ليه لا قانون واضح نعرف أنا وأنت نحتكم ليه؟ يعني هل في كده قانون في السرد القرآني النحو طبعا. في قانون واضح؟ قانون واضح؟ أنا مش سامع الصوت يا أحمد، مش عارف إذا المشكلة من عندي أو من ما عندنا مشكلة يا سامعيني يا إخوانا؟ شباب. إيه لا من من عند عندك يا ربنا؟ أخي. التارجت أنا مش التارجت عارف التارجت أنا الصوت. السليبريشن بتاع التارجت. آه شايف بتشاور لفوق يا مازن، فكرت من عند ربنا المشكلة، دقيقة دقيقة فاستغربت أنا راح طبعا الصوت يعني. من عندي يا أحمد، دقيقة أنا راح الصوت من عندي. طب إذا انتوا كنتوا كنت سامعيني بتحكي لسه ولا خلاص؟ سامعيني كده طيب؟ احنا سامعينكم انتوا الاثنين. استاذ احمد انا نزلت حضرتك بما ان الصوت اتقطع، غالبا انت جالك مكالمه او حاجه فعملت جليتش عندك في الصوت، فانا نزلت حضرتك واطلعك تاني. حد يطلع الاستاذ احمد مره تانيه يا جماعه. تنويه سريع مره تانيه، البوكس الصندوق اللي اترمى فوق يا جماعه، الناس في كاونت داون في الصندوق بتضغطوا عليه، لما تضغطوا عليه بيجي لكم كوينز، الكوينز ديت بتستخدموها في ان انتوا ترجعوا تدعموا البث تاني عن طريق تدوسوا على القلب الاصفر اللي جنب اسم ماني فوق على الشمال او على اليمين، وتبعتوا الجفت وتكتبوا في الشات. واستاذه امال الحبيب اهلا وسهلا، منوره البث وكل الاصدقاء. وبالنسبه لي انا يا جماعه شخصيا لو سمحتوا ثانك يو جدا على الجيفتس، بس انا افضل ان انتوا تحققوا التارجت بتاع البث، بلاش تبعتوا لي انا بيرسونال جيفتس، حققوا التارجت بتاع البث لان ده اللي بيدعم البث انه ينتشر. فمرسي، شكرا جزيلا لكل اللي بيبعتوا لي جيفتس، بس ارجوكم بدل ما تبعت لي انا حقق التارجت اللي فوق، ده اللي بيدعم البث اكتر. اتفضل يا استاذ احمد، سامعنا دلوقتي؟ انا كان احمد عم بيحكي، احمد سامي. ايوه اذا بس بسالك انت، كده سامعنا؟ ما سامعني؟ الصوت كان قطع عندك. انا كده سامعكم سامعني يا استاذ حاليا. احمد؟ نعم طيب نعم دلوقتي يا استاذ احمد، هل في قانون واضح في ترتيب القران الناس نحتكم ليه؟ يعني يوم ما تقول لي بص انا جبت لك، انا كتبت شويه كلام اهو، تعرف تكتب كلام زيه؟ انت قلت لي ان هو مش شعر، حلو، يبقى دي اول حاجه عرفناها ان هو مش شعر، يبقى انا مش هقول شعر، ايه تاني اعمله امشي مع نفس القانون اللي ماشي عليه القران؟ هلا اشوف. بما انه خلينا نتكلم، كان احنا عايشين في الحقبه قبل 1400 سنه صح؟ اللي هي الحقبه اللي كان في عندهم بلاغه، وكان في عندهم القران. من ضمن البلاغه اللي موجوده فيه، في شرائع، في حقائق، لا وفي لا لا قصص. استاذ احمد مش هينفع تنط كده يا استاذ احمد، انا دلوقتي كل ما نيجي نمسك حته تقوم نط لحته ثانيه، كلمك في اللغه تقول لي لا اصل في حقائق، اكلمك في حقائق الفيزياء تقول لي لا اصل في تشريع، مش هينفع كده يا استاذ احمد، امسك لي حاجه طيب واحده بس منهم علشان نعرف ان احنا يعني نتكلم فيها ونخلصها ونخش على اللي بعدها. قلت لي ان في لغه تمام وما هي الشعر، حلو، انت والناس فصحاء وافصح العرب ومش عارف ايه، كل ده على عيني وعلى راسي، بس القران مش ماشي. شعر، خلاص حلو، ايه القانون الثاني اللي نحتكم ليه انا وانت؟ قصدك جوا القرآن غير اللغة؟ مش غير اللغة، ايه اللي في اللغة؟ ايه القانون اللي في اللغة؟ ما هو ما هو الشعر، يعني صح؟ صحيح هو مش شعر. صحيح طيب ايه صحيح. ايه الحاجة اللي انا اجيبها لك علشان تقولي اه ساعتها كده ده زي القرآن، ايه بقى القانون؟ يعني نفس مبدأ القرآن، ما في ايه قانون المبدأ بتاع معين. القرآن؟ يعني مبدأ يعني انا اجيب القرآن لك حاجة من غير نفس قانون طريقة. معين يعني انا اكون بلعب انا مثلا دومنة وانت بتلعب شطرنج لا ونشوف انا بلعب دومنة احسن ما انت بتلعب شطرنج ولا لا؟ لا 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 يا أحمد، يعني أنت ممكن تكتب نص قرآني وتعرضه على النحويين وتشوف شو رأيهم في الموضوع، إذا هو متشابه لغوي. النحويين هيستندوا على ايه علشان يقولوا؟ هيستند على هذا ايه؟ علم النحو، علم النحو. علم النحو. طب ما انا ممكن يعني كتاب اللغه العربيه بتاع خمسه ابتدائي غلط، في غلط في النحو، سلاح التلميذ اللي بتاع اللغه العربيه بتاع رابعه ابتدائي في مصر في اخطاء نحويه؟ لا خليني أوضح لك يا سامي، خليني أوضح يا لك. ريت والنبي ارجوك خليني توضح. أوكي. هلا أنت مثلا، ما بدي أحكي لك شعر. في عنا، ما بعرف إذا بتعرفها، اشتهيت الأزاد وأنا في بغداد وليس معي عقد على نقد، وغيرها من الأشياء اللي كانت تروى زمان. اللغة مقسم عنا لكثير أمور، تمام؟ في عنا الشعر، في عنا الشعر الحر، في عنا وفي عنا وفي عنا. القرآن غير مصنف من ضمن هاي الأمور. يعني القرآن مش، ملوش قانون، مش مكتوب بقانون معين، مجرد نعم سرد عشوائي. لا طيب مش انت جايب لي عشوائي، سرد عشوائي او بتقول أنا لي هات بسميه لي قانون زيه، اجيب جاهز. لك زيه في ايه؟ مين الاحسن والاقوى؟ السرد العشوائي اللي بالمنظر ده ولا شعر موزون؟ هلا أنا ما قلت إنه سرد عشوائي، القرآن مش عشوائي. استاذ احمد الموضوع أنا ما بسيط، قلت إنه سرد عشوائي يا أحمد. يوم ما الشعراء كانوا بيتحدوا بعض، الشعراء عارفين الشعر وبحور صح الشعر وعارفين القوافي وعارفين موضوع الشعر، فيوم ما ده يقول شعر وده يقول شعر، اللي واقف في النص بيسمع
عنده مسطره، عنده بنش مارك، يحط ده عليها ويحط ده عليها ويشوف مين فيهم احسن، تمام كده، مين فيهم ماشي بالقانون. ده اسمه التحدي. الناس لما صح بتتحدى بعض في الشطرنج بتتحدى على اساس ايه؟ على اساس قوانين الشطرنج. لما صح بيلعبوا كوره على اساس ايه؟ على اساس قوانين الفيفا، تمام. فبيساعتها بنشوف ان فلان كسب ولا فلان كسب بناء على ايه؟ على القوانين المحطوطه مسبقا. فين صحيح. القوانين المحطوطه مسبقا اللي هتقارن بيها الحاجه اللي هجيبها؟ أحمد، هلا لما نزل القرآن سبب إعجازه إنه نزل بصيغة معينة، مش شعر، ولا هو نثر، ولا هو قصة، ولا هو نزل بهاي الصيغة. هل طب كلام بتقدر الناس تيجي اللي في بنفس؟ الشارع استاذ احمد، كلام نعم. الناس اللي في السوق، ايام في ايام قريش، اللي مش عارف ايه، بكم هذه صحيح، القطيفه، انها بكذا، الا ده شعر ولا نثر؟ كلام عادي. مش شعر ولا نثر. لا لا لا، مش شعر ولا نثر. شكرا ليك. يعني قران؟ لا، مش قرآن. يبقى القرآن القران مختلف، يبقى القران ليه قانون تاني مختلف عن لا الشعر ولا النثر ولا كلام الناس اللي في الشارع، ايه هو قانون بقى؟ خاص، قانون قرآني. هو طب القرآن ممكن تقول ما في لنا زيه، قانون علشان الناس تحتكم ليه؟ قول لي القوانين دي ايه؟ ما في قانون، قانون قرآني، يعني هو نزل طب هنتحدى بهذا بعض السبب. من غير قانون ازاي يا استاذ احمد؟ امال بتتحداني في ايه؟ إنك تعمل نفس هذا السرد اللي من غير قانون، اعمل اللي من سرد غير من غير قانون، قانون، اللي من غير قانون. نعم اعمل سرد من غير قانون، نعم لسه اعمله لك حالا دلوقتي، اعمل اهو عملته لسه من شويه، الكلام من الجملتين اللي فاتوا دول، صح. ده كان سرد بدك، كده من غير أوكي قانون. صح. فأنت بدك تيجي تاخذ اللي أنت عملته وتروح على وانا واحد شايف حاضر. بصراحه ان هو احسن من من القران، لسبب، لان النبي وقريش ما كانوش بيتكلموا لهجه مصري، ومش هيعرفوا يجيبوا اللهجه المصري زي ما انا بجيبها بصراحه. صح، لذلك هنا شو بنعمل؟ لذلك هو احسن من القران. صح، لذلك احنا هنا بنحتكم للعلم النحوي، لأهل اللغة اللي عندهم اللغة، بنقول لهم تفضلوا، أحمد سامي قال هذا الطرح وبيقول إنه متشابه للقرآن، بيشوفوا بلاغتك، بيشوفوا لا مش السرد اللي أنت متشابه، لا تقوله. لا مش متشابه، ده احسن من القران. القران ما يطلع تتشابه معاه، يتشابه معاه في ايه اصلا؟ اذا كان هو ما فيهوش حاجه عشان اتشابه فيها معاه، اتشابه في ايه؟ انا صح، ممكن بس اتشابه مع الشعر لانه على نفس البحر، على نفس القافيه، فكده بتشابه. اه انما انت جايب لي كلام لا هو شعر ولا نثر ولا كلام الناس ولا ليه قوانين، لذلك هو معجز، لذلك هذا هو الإعجاز اللي فيه، إنه هو مش وانا داخل على كلامي سرد. معجز. انا كمان انا كلامي معجز، تعرف ايه الكلام زي؟ صح، بس اللي بيحدد إنه معجز أو لا هم أهل اللغة، صح ولا لا؟ لا لا لا، انا كلامي بمعنى، معجز، انا خلينا كلامي معجز. أحمد، حد يا خلينا اخوانا نحكي لك من يا أحمد. حد يا اخوانا من ال 680 واحد دول يعرف ايه كلام زي كلامي؟ من المصريين لا مؤاخذه، بس معلش عشان برضو لازم نحتكم لاهل اللهجه المصريه، حد يعرف ايه طبعا، كلام زي كلامي؟ والله إن له لحلاوة وأعلاه لطلاوة حبيبي وتحته حبيبي تسلم، لبقلاوة. حبيبي، حبيبي تسلم. ستيكر سامي الجديد نزل يا شباب، والله يا ستيكر جماعة سامي عن الجديد جد، يعني نزل. بما أننا بنناقش نقاش طبيعي وباحترام، يعني ليش انت لا، استاذ يعني احمد، استاذ احمد أنا انت صدقا لازم والله تركز، انا نقاشنا صدقا عم عادي، ناقش يعني نقاش وعن جد كلام احمد سامي لمس قلبي اكثر من القرآن، ليش عم والله يا تكتب حسن مشاعر؟ ماشي، بس يعني بدون مسخرة عادي، استاذ احمد، نقاشنا استاذ طبيعي، احمد، يعني احنا بنناقش استاذ باحترام. احمد، استاذ احمد، مفيش مسخرة تفضل. يا حاجة يا أستاذ، حاولت كل تفهم النقطة. الناس اللي في الدنيا لما تيجي تقول لحد اتحداك في حاجه، بيبقى في تصور مسبق لكلمه اتحدى، ان بيبقى في قوانين واضحه مشتركه معروفه قبلا، وبعدين الناس اللي بيقف بيحكم بيبقى بيحكم بناء على القانون اللي معروف. انت جاي بتقول لي من غير قانون، يعني انا اوكي، جايب لك شويه قطع، قطع كده خشبيه على رقعه خشبيه 15 في 15 مربع، وقلت لك تعالى خد يلا اتحداك انا بقى في اللعبه دي. ايوه، ايه القانون؟ هتحداني في ايه بقى؟ لا مفيش قانون، مفيش قانون. انا هحرك القطع بشكل عشوائي من غير قانون وهكسبك. طب ايه يعني؟ طب المكسب بيبقى بناء على ايه؟ لا اللي بيتفرج بقى هو اللي يحكم. طب اللي يتفرج هيحكم بناء على ايه؟ بناء بقى ان هو بقى الناس كلها عارفه يعني ايه خشب والناس كده. ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي، ما فهمت ينفعش عليك، الكلام ده يا فهمت استاذ عليك، احمد. فهمت عليك. طيب أنا بدي أعيد لك جملتي بصيغة ثانية. نزل القرآن بهذا الشكل بصيغة مختلفة عن الصيغة اللي هم بيعرفوها أهل اللغة، كانوا في قريش، خلينا نحكي أهل الفصاحة والبلاغة، بهذا السرد. هذا هو السرد القرآني اللي نزل، إشي جديد، تمام؟ تقدروا تعملوا زي هذا الإشي الجديد؟ ما فيش حاجة هذا هو اسمها السؤال. زيه أستاذ أحمد، زي دي معناها حكم على الشيء، هل هو زيه طيب ولا مش زيه؟ يا أحمد، والحكم على الشيء، أول الحكم واحد على ألف. الشيء فرع عن تصوره. طيب لما أحمد، تقول لي أول تعرف تجيب شعر، لما أقول لك تعرف تجيب زي الشعر ده، أنت بيجي في بالك إيه؟
طالما زي الشعر، شعر يعني قافية يعني بيوت، شطر بيت يعني 16 بحر من البحور يعني كذا، ده كله تصور لكل اول ما تقول لي شعر، لما تقول لي قرآن انا ايه اللي بيجي في بالي؟ ايه طيب الاحكام اللي بتيجي في بالي؟ ولا حاجة. انا هديك احنا مثال، انا هديك مثال يا استاذ احمد على تفضل التحديات المعجزات السابقة. تفضل لما موسى تحدى الصحراء تحداهم في ايه؟ بالعصاي بالحية اللي تسعى. ايوه، الفن ده اسمه ايه؟ هم كانوا يعملوا سحر وهو اسمه سحر، بعد صح؟ اسمه سحر مش كده؟ طيب لما انا اقول لك سحر، مش انت عندك تصور لكلمة سحر دي يعني ايه؟ صحيح. لما الصحراء عملوا السحر، ايه السحر اللي عملوه الصحراء؟ كانوا يوهموا الناس انه هاي الحبال تتحرك، عملوا ايه؟ يعني رموا ايه؟ رموا حبال. وعصيان، عصيهم وحبالهم، صح؟ حبالهم وعصيهم، صح؟ صح، موسى عمل ايه؟ رمى العصاي وتحولت لحية. يبقى هم رموا عصيان اتحولت لحية، وموسى رمى عصيان اتحولت لحية. الناس كانوا شاطرين في ايه في ايام موسى؟ السحر اللي هو ايه بالظبط؟ انهي سحر؟ السحر التخيل، لأنه كان يوهم الناس إنه هاي الحبال تتحرك. طب لو هم رموا العصيان تحولت لحية، وراح موسى مطلع لهم أرنب من الطاقية، مش ده سحر برضو؟ صح، موسى طلع لهم أرنب من الطاقية، ولا عمل لهم نفس السحر اللي هم برعوا فيه؟ عملوا نفس السحر اللي هم برعوا فيه. طب العرب قريش كانوا بارعين في الشعر، نعم صح؟ صح، ما نزل لهمش قرآن شعر ليتحداهم في الفن اللي هم برعوا فيه زي ما عمل مع موسى. لأنه الإعجاز مش بالضروري يكون من نفس الجنس، يعني عادي هات أنا لي ممكن أي إعجاز تاني من نفس جنس التحدي، مش من نفس جنس التحدي. القرآن نزل بسرد لغوي. جنس طيب تاني، مش أنت جنس تاني يعني من نفس، مش غير نفس جنس التحدي. هات لي أي معجزة تانية. مش قلتوا طيب إن عيسى ساعة لما نزل في وقت اليونانيين والطب، فأحيا لهم الميتة من الموتى وأبرأ لهم الأكمه والأبرص، نعم صح؟ نعم عشان ده كان تحداهم في اللي برعوا فيه اللي هو الطب، صحيح صح؟ مش صحيح كده؟ طب صحيح. ليه هو ليه عيسى ما نزل لهمش بقى شعر يوناني بقى ابن لذين بقى من طينة الإلياذة والأوديسة؟ عشان لأنه ده ما مش كان أفهم. فنهم، صحيح مش كده؟ مية طيب بالمية يبقى التحدي لازم يكون من جنس ما برع فيه القوم. القوم ما برعوش في القرآن، هم برعوا في الشعر. ليه ما برعوا، تحدتهمش في الشعر؟ هم برعوا باللغة، ما برعوا تحديدا لا ما الشعر برعوش في كان. اللغة، اللغة دي كانت حاجة يومية كلهم بيتكلموا لغة عربية فصحى. برعوا لا في لا، الشعر كانوا بارعين في يا فن سيدي، الخطابة. هم كلهم كانوا بيتكلموا لغة عربية يا سيدي، ده كانت دي كانت اللغة العامية بتاعتهم. لا لا لغتهم يا أحمد، العامية كانت هي اللغة العربية الفصحى. يعني مين هيجي أحمد خليك. يتحداني مثلا في اللهجة المصري؟ محدش يتحداني. ليه؟ لأن هي دي لغتنا أصلا، دي لهجتنا. لا يا أحمد، يعني أحمد أنت بتقدر تكتب شعر زي الأبنودي مثلا؟ شوف أنا لسه بقول لك إيه؟ بص لسه بقول لك إيه؟ أنا بقول لك محدش هيتحداني في لهجتي المصري، لكن في الشعر المصري حاجة تانية. ما هو مش ماشي، بس أنت كل الناس بتتكلم لهجة مصري، بس مش كل الناس بتكتب زجل المصري. صح، معناته نفس الإشي كان في قريش، كل الناس يبقى بتحكي بهاي لما اللغة أنت لكن تيجي مش كل تجيب لي الناس بارعين. لما انت تيجي صح تجيب لي كلام عشوائي مصري، لهجة عشوائية مصرية، ازيك يا كماني، ازيك يا برنس، عامل ايه، ايه الاخبار، ايه النظام، ايه الحوارات، ايه البتاع، ده كلام عادي، ده كلام عادي. لا ان احكي لما لك تيجي شغله. لما تيجي بقى تقوم قايل لي شعر مصري، زجل مصري، ساعتها تتحداني. ده اسمه التحدي. صح، لذلك يا احمد ما بنقدر نحكي انه كانت لهجة اهل قريش فعادي كلهم كانوا بارعين باللغة. براعتك في اللغة لا يعني انك بارع في الشعر، لا يعني انك بارع في فن الخطابة، لا يعني انك بارع في النثر، لا يعني انك بارع في الكثير من الامور. يعني مثلا خلاص انتم عندكم شاعر خلاص كان يحكي خلاص، بالصعيدي. بنلف وندور يا احمد. وانت يعني لا لا النقطه لا دي احمد، انا بوصل اوكي. نقطه، انا بوصل نقطه، لا انا لا، مش بلفوا بدي. هو جاب احمد حاجه لحد بارع فيها ولا حد يعرفها، وقال لنا انا احمد بتحداك، فخلاص خد احمد نخش في اللي احمد بعدها. ايه تاني؟ احمد ايه تاني احمد غيره يا زلمه؟ ايه احمد تاني غيره؟ خلينا طب خلي فاصل قبل ما الكوره. نخش في اللي بعدها، معلش بس الناس المشتركين، في ستيكر بتاع استاذ احمد سامي نزل دلوقتي، ممكن حد يجرب يحطه في الشات عشان اتاكد بس انه شكله مظبوط، عشان مظبوط اعيد ظبطه. اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا استكملوا نقطة تانية بقى. طيب أحمد، أنا اللي كنت قاعد بوصلك فكرتي إنه القرآن نزل بسرد
بتحداهم لغويا، انا مش ضروري ينزل انه يتحداهم بالشعر، عادي انا بتحداكم باللغه اللي انتم بارعين باللغه، صح؟ بارعين بفن الخطابه. والدليل لما راحوا على النجاشي، وانا ما بحكي لك دليل قراني، بحكي لك دليل لما راحوا على النجاشي حكوا لهم نحن كنا قوم اهل جاهليه، ودوا افصح واحد فيهم لغويا عشان هو قادر على القاء الخطاب امام الملك، صح؟ طيب خلاص. طب بص استاذ لغوية. احمد، انا اقتنعت بكلامك خلاص، يبقى محمد كان افصح واحد فيهم لغويا، تمام ما كده؟ كان افصح واحد، محمد ما كان افصح واحد فيهم، محمد نزلت عليه ايات وتكلم فيها وهم شافوا انه هاي الايات بطريقه ماشي، جديده عليه. محمد وراهم ان هو افصح منهم لغويا وجاب لهم كلام هو سماه القرآن، نعم الكلام ده هو افصح لغويا، ده يدل نعم على ايه؟ ده يدل على ايه؟ ما فهمت السؤال. انا اهو يا عم جيت اتحديت الناس اللي باللهجه المصريه بالقوانين اللي محدش عارفها دي، اللي هو لا قانون ولا لا اي حاجه، ورحت قايل لمان ايه يا برنس الصحوبيه والحوارات وبتاع وحبيب اخوك، خلاص قال لي ايه ده يا ابن اللذين، ده انت قلت لهجه مصريه من غير قانون ولا قافيه ولا بتاع ولا اي حاجه ولا ليها اي لازمه في الحياه، بس جامده جدا جدا، تمام. قلت له شفت بقى، ده بقى يدل على ايه؟ يدل على ايش برأيك؟ يدل على ان انا افصح من ماني وافصح من كل الناس اللي كانوا موجودين، بس ممكن صحيح خلاص. ايه تاني بقى؟ ايه الاعجاز بقى في الموضوع؟ صح، طب خلاص خلص الإعجاز الموضوع، بعدين الإعجاز بالأشياء اللي مكتوبة فيه. يبقى على كده اسرع عداء دلوقتي هو معجزه، اعظم لعيب شطرنج دلوقتي هو معجزه، احسن فنان بيرسم هو معجزه، لان ضروري طبيعي في كل الاقوام اللي على مر التاريخ كانوا كل قوم بيبرع في فن ما، وضروري بيصدر فيه او بيبرز من هؤلاء القوم من هو ابرع منهم في هذا الفن الذي برعوا فيه، وده طبيعي جدا وفي كل حاجه، في بالضرورة الغنى، في المزيكا، في الرياضه، في البتاع، في الكوره، في كل حاجه، في كل حاجه. ايه ده دلاله ده ايه؟ ان هو جاب حاجه يا عم اعجزهم لغويا، شكرا خلاص. صحيح وبعدين انت اشطر واحد فينا في اللغه، ايه بقى ايه صحيح. بقى الحاجه، ايه الدلاله ده؟ الدلالة اللي فيه، الأشياء اللي موجودة فيه، اللي مكتوبة فيه. يبقى خلاص، يبقى الاولاني ده خلاص كده في الاوكي، اللي بعديه بقى ايه بقى الحاجات اللي مكتوبه فيه معجزه؟ في حقائق موجودة في القرآن، أنا بحكي منها واحد علمية، أوكي؟ يعني أنا ما بدي ايوه، أتطرق على كل الأمور، أنا اما بحكي لك عن اهم حاجه ما حقائق. تتطرقش للمنطق، طالما لا تتكلم لا بالعلم انا معاك. لا لا، أنا ما بدي أتكلم في المنطق، أنا بتكلم بالإشي اللي أنا بفهم فيه، يلا العلم بقى، ورينا في العلم أوكي؟ بقى، ما أنا بتكلم عن العلم. القرآن فيه كثير حقائق عادي، يلا. زي في أشياء في العصر القديم ما كانوا يعرفوا عنها، عادي موجودة، وإحنا عارفين إنه بعد ما اكتشفنا الأشياء الموجودة، يعني لما نزل على محمد القرآن في حقائق علمية ما كانوا يعرفوها ادينا مثال، واندثرت في ادينا القرآن. مثال، ادينا مثال. يعني مثلا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. في السماء. طيب خليني اتفق معاك على حاجه، يعني وانا تفضل. ايه هتنازل معاك تنزل بقى ايه جامد جدا جدا، تمام. شكرا، اوفر بقى لو لفيت السوق كله مش هتلاقي الاوفر ده، مش هلاقي زيه. اوكي مش هتلاقي زيه، ماشي. شكرا شكرا. لو لقيت اعجاز علمي بالشروط اللي هقول لك عليها دي، انا هامن لك يا سيدي ان محمد نبي، تفضل ماشي، من غير اي تفكير ولا اعاده نظر. تفضل. اولا يكون مكتوب بلغه واضحه لا تحتمل اي مشترك لفظي، وما اضطرش ان انا اصرفه عن المعنى الظاهر بتاعه لمعنى اخر علشان الوي عنقه ويبقى اعجاز علمي. دي اول نقطه، تمام. تاني حاجه، ان ما حدش كان يقدر انه يعرفه حتى لو ما كانش حد عارفه. يعني مثلا يعني انك تعرف مثلا ان المفصل جواه غضروف مثلا، يعني ما حدش كان عارفه، ما حدش كان شرح، بس لو كان حد شرح كان شاف. يعني الفرصة متوفرة للي عنده الهمة، وتوفرت الدواعي وانعدمت الصوارف، خلاص؟ صحيح. تالت حاجة، إن محدش كان يعرفه في أي حتة في الأرض، إن شاء الله حتى في الإسكيمو. ليه بقى؟ لأنه إن هو يكون عرفه من حد من الإسكيمو أقرب للعقل من يكون عارفه من عند ربنا. أقرب عادة. ماشي؟ هكتفي يا عم بالثلاث شروط دول. مش هقول لك منطق. الرابعة. خلاص اوكي. نبص على الايه بتقول ايه؟ من يرد يجعل الله ان صدر. يهديه. لا انا هقولها لك بقى، انا عارف ان انت مش عارفها كويس، انا هقولها لك. لا انا عارف، من اراد الله ان يهديه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام،
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما حرجا. يصعد في السماء. نعم تمام؟ دلوقتي أنا نعم الآية ديت فيها فعلين شرط وجوابين شرط. تمام؟ نعم دي بيسموها في المنطق قضية استثنائية تركيبية منفصلة. ماشي؟ اوكي فيها مقدم وتالي، المقدم والتالي فعل وجواب شرط، والتالي فعل وجواب شرط. اوكي ماشي؟ الأولانية اللي هي إيه؟ من يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صحيح تمام؟ فهنا من يرد أن يهديه يشرح صدره، يشرح صدره يعني إيه؟ بيخلي صدره منشرح يعني زي كأنه بيريحه. يشرح صدره للإيه؟ للإسلام. نعم يشرح صدره للإسلام يعني إيه؟ يعني زي كأنه بيخلي بصدره منشرح للإسلام. يعني يقبل الإسلام ولا إيه؟ مش فاهم يعني. يعني تشبيه مجازي إنه يقبل الإسلام ويطمئن له وتسكن له نفسه، يعني صح؟ تشبيه مجازي. نعم أوكي مش كده؟ يشرح صدره نعم للإسلام يعني يطمئن للإسلام صحيح وتسكن له نفسه، ليه بقى؟ لأن الصدر هنا دوت محل إيه؟ صحيح الصدر محل محل إيه في الراحة، الإسلام في القرآن؟ لا مش محل محل الراحة. الراحة. خلينا نحكي إنه المكان اللي يعتبر إنه أنت اللي تلقيت فيه وارتحت فيه. أستاذي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه؟ القلوب القلوب التي التي إيه؟ في بس الصدور القلوب التي في الصدور اللي المقصود بيها ايه؟ العقل. يعني الكلام. ماشي؟ أوكي انك انت أوكي اللي هي البصيره، محل البصيره. أوكي ماشي كده؟ فيبقى معنى ان لو ربنا عايز يهدي حد هيقنعه بالاسلام ويطمئن ليه. طب يطمئن أوكي قلبه اللي في صدره ليه؟ تمام أوكي كده؟ طيب التالي بتاعها هو النقيض بتاعها، صح المقابل بتاعها اللي هو من صح يرد ان يضله ايه اللي هيحصل؟ يجعل صدره ضيقا حرجا، فيجعل صدره ضيقا حرجا يعني ايه؟ يعني زي كأنه بالتقابل مقفل عليه. بالتقابل معناها ايه؟ بالتقابل على المقدم، بالتقابل يعني زي ما الاولاني ربنا هداه فصدره اطمأن للاسلام، يبقى الثاني اللي هيحصل صدره هيرفض الاسلام، مش هيبقى عايز الاسلام. اوكي تمام؟ الصدر هنا لا ليه علاقه بالصدر بجد ولا بالرئه ولا بالحاجات دي خالص. يجعل صدره ضيقا حرجا يعني لا يتقبل الاسلام. عرفتها منين؟ عرفتها من اللي قبلها. تمام؟ اوكي اوكي كأنما يصعد في السماء، يصعد دي مش معناها يصعد، يصعد معناها يحاول الصعود ولا يجد إليه سبيلا. يعني كأنه بيتنطط كده، أو إن هو يصعد بصعوبة. يصعد بصعوبة زي إيه؟ يعني بيتسلق جبل مثلا، يعني بيحاول يطلع للسماء بيتسلق جبل والدنيا صعبة اوكي جدا عليه طبعا. فهمت الفكرة؟ ماشي؟ انا مستمع لك. حرجا دي يعني إيه؟ الحرج المكان الضيق ما بين شجرتين. ده مثال مثلوه عليه، بقول لك مثلا ايه يعني شجره مثلا في حرج، في حرج يعني كانها كده عارف شجرتين مضيقين كده، وفي شجره ثالثه وراهم انت مش عارف توصل لها علشان الشجرتين اللي قدامها قافلين عليها، مش عارف يوصل لها. تمام؟ اوكي فكانك عايز توصل للسماء ومش عارف انك توصل للسماء. ليه مش عارف توصل للسماء؟ ايه المقصود بالتشبيه ده؟ المقصود بالتشبيه ده معناها ان مهما حاولت انك تقبل الاسلام مش هتعرف تقبله. كانك بالظبط بتحاول انك تطلع للسماء ومش عارف تطلع للسماء، كانك بتحاول توصل للشجره اللي ورا دي ومش عارف توصل للشجره اللي ورا دي. الكلام ده مش من عندي، الكلام دوت في التفسير، التفسير هتلاقيها في الطبري وفي القرطبي. الموضوع لا ليه علاقه بالنفس ولا ليه علاقه بالاكسجين ولا علاقه باي حاجه، اصلا انت لو طلعت في السماء صدرك مش هيضيق، صدرك هيوسع اصلا عشان الضغط، عشان الضغط قليل. انت صدرك بيضيق لما بتنزل تحت. فأنت إذا بتطلع لفوق عادي النفس عندك بيكون أموره تمام؟ لا النفس مش هيكون اموره تمام، ولو طيب انت شايف ان ديت حاجه، خد بالك احنا قلنا ايه ثلاث شروط؟ ان محدش ايه؟ ها قول معايا، فاكر أنا ما الثلاث حدش شروط يكون اللي انا قلتهم في مجربها؟ الاول؟ أنا ما حد يكون مجربها؟ ان محدش يكون مجربها او لو او ينفع اجربها. زي ما قلت لك مثال الغضروف اللي في الركبه ده، تمام؟ لو محدش عارفه كان ممكن ان هو يفتح رجل واحد ميت ويشوف. اوكي خدت بالك؟ تمام؟ فدلوقتي كان في جبال في مكة ولا مفيش جبال في مكة؟ في جبال في مكة، النبي نفسه كان بيطلع يتعبد في غار حراء. تمام؟ أي حد بيطلع الجبل بيلاقي مشقة صعبة جدا في طلوع الجبل وبيتعب وبينهج وهو بيطلع. ده لو أنت عايز تجيبها بالمعنى ده، بس أنا اللي أنا بقول لك عليه هي مش بالمعنى ده أصلا. هي بالمعنى اللي مشروح في التفاسير. يصعد في السماء يعني عايز يطلع وعمره ما هيوصل للسماء. لان فكر معايا كده بمنتهى البساطه، الفكره انه اللي ربنا عايز يضله عمره ما هيوصل للاسلام، صح ولا غلط؟ مش دي الفكره؟
نعم، ايه علاقة ضدي النفس؟ التشبيه، تشبيه يا أحمد، تشبيه يعني. تشبيه بايه؟ أوكي، انا بقول لك، انا لو عايز، انا لو مش عايز اقنعك بالاسلام انت عمرك ما هتقتنع. ايه دخل ضدي النفس؟ يعني دلالة على أنه راح تكون عايش في ضيق. لا، انا المفروض، مش هو الدلاله، مش عايز ان هو عايش، مش عايش في ضيق. هي الفكره الاولانيه بيقول انه لو عايز اهديك للاسلام هتهتدي وصدرك يطمئن وينشرح وخلص الموضوع. ولا يشرح صدره اللي في الاولانيه دي معناه يتنفس كويس؟ اكيد مش معناه يتنفس كويس. شوف شوف، انا في عندي تحفظ على شغله، انه انت شبهت التصاعد الى السماء كانه بيحاول بيدخل بين شجرتين وكذا. انا هذا التفسير ما دخل في، يعني تحفظ على الطبري بقى، تحفظ على الطبري، انا مش مشكله، تمام، انا ما عنديش مشكله. انا بتحفظ طبعا. انا في تفسير بتحفظ عليها، لكن لا انفي ولكن لا اؤكد. طيب، انا في اشياء، يبقى انت كده، اللي انا هستنتجه منك ان لو الثانيه، لان قلت لك ان ده اسمه قياس اقتراني، تمام؟ اوكي. فلو الثانيه معناها ان نفسه يضيق، يبقى الاولانيه معناها ان نفسه يبقى كويس. يبقى لو ربنا عايز يشرح واحد، عايز يهدي واحد، هيتنفس كويس ورئته هتبقى سليمه. ده لا كده لا لا، يعقل؟ أحمد، هي تشبيه مجازي، يعني كأنما كاف التشبيه هاي، ما هو صح؟ المجازي ده لازم يخدم المعنى. انا أوكي بقول لك دلوقتي، انا لو انا مش أوكي عايز اديك الفلوس دي، لو وقفت على شعر راسك مش هتطولها. صح، لازم يكون أنا فاهم تخدم عليك، المعنى، لازم صح، تخدم المعنى، صح؟ أنا فاهم انما عليك. لو قلت لك ان انا، لو ربنا مش عايز يهديك للاسلام، هخليك كانك مش قادر تتنفس. يعني ايه مش قادر صح تتنفس؟ صح ايه صح علاقه مش بس قادر اتنفس بالاسلام؟ صح بس هي مش الفكرة انه انا بديش اخليك تتنفس ولا ما اخليك تتنفس او غيرها. يعني فكرة انه راح اخليك عايش، او راح تكون عيشتك زي كأنك انت صدرك ضايق ما في مكان تلجأ له. مال فهمت علي؟ العيشة ومال إن أنا أقبل الإسلام أو ما أقبلوش. خلص، هي تشبيه مجازي، هاي هي التشبيه المجازي اللي موجود تشبيه عندي في مجازي هاي. منفك عن جهة، عن المعنى. طيب إيه علاقة التشبيه ده؟ عارف أنت ممكن يبقى كويس؟ لو كانت الأولانية المقصود بيها إن أنت هتعيش مبسوط، فالتانية هتفضل كأنك أنت هضيق عليك. عارف زي إيه؟ زي فأما الله إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه. لا، ما كانتش دي اللي هي اللي كانت بتاعت ايه، بتاعت الضنك دي. سيقول ربي أكرمن. لا لا، مش دي. انا قصدي اللي هي انه فمن ان أعرض عن ذكري يا الكفار أحمد، فمن اعرض فمن عن ذكري. أعرض عن ذكري فله إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بالظبط بالظبط كده. فلو فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك، وان لو ما اعرضتش عن ذكري وذكرت الله فيعني هيرزقك بقى، يفتح عليك بقى ابواب السماء بقى صحيح، مية بالحاجات الكويسه. صحيح. فديت مفهومه ان المفروض، لان طالما ده قياس اقتراني يبقى لازم الاثنين يكونوا من نفس الجنس. فعل الشرط وجواب الشرط يكونوا من نفس الجنس. لو عملت كده هتنبسط، لو ما عملتش كده هتزعل. المفروض، ما ينفعش صحيح. اقول لك مثلا لو عملت كده هتنبسط، لو ما عملتش كده هتروح الجنينه. ما لهاش علاقه طيب بالموضوع خالص. طيب الاثنين أحمد، أنا مفكين. أوكي، أنا وصلتني فكرتك، خليني أحكي لك أنا الفكرة اللي عندي، أوكي؟ هلا أنا لما بطلع على الآية، أنا كأحمد إيش الأشياء اللي أنا قرأتها؟ إنه اللي بده صدره ينشرح للإسلام، يعني ومش بحاجة كمان إن ندخل ونلاقي 1000 معنى لكلمة يشرح صدره للإسلام. إحنا فاهمين شو معنى كلمة يشرح صدره للإسلام. أنا كمسلم بالنسبة إلي، أنا إذا أنا أسلمت وانشرح صدري للإسلام، راح يكون في أشياء كثير معينة بتخدمني في الإسلام إنها تخلي صدري منشرح. يعني إذا أنا واجهت أي إشي مصاعب في حياتي، واجهت أي إشي، أنا منشرح صدري لأنه أنا عارف إنه في إله وفي رب بقدر ألجأ له وكذا. تمام، الشخص الآخر، تمام، أنا بحكي لك بالآية، لأ أنا ما بعرف أنتم شو راح تكون ردة فعلكم، بس أنا أصل بحكي لك صدرك بالآية. منشرح دي معناه، صدرك منشرح دي معناه مقتنع. أنا بحكي لك أحمد، أنا بحكي لك الإشي اللي أنت حكيت لي رأيك، أنا بدي أحكي لك أنا إيش الأشياء اللي أنا قرأت عن الآية، تمام؟ الإشي الآخر يعني بمعنى إنه ينشرح صدره للإسلام، إنه خلاص بيكون صدره منشرح في مكان يلجأ له إذا صار في عنده أي إشي. أنا مثلا بالنسبة لي كمسلم، أنا إذا في عندي إشي معين، ضيق في الرزق، ضيق في كذا، بنشرح صدري لما أتوجه لربنا، أوكي؟ الشخص الآخر ما في مكان يتوجه له، إذا ضاقت عليه المعيشة ضاقت، هو مش مؤمن في الإله، فما في مكان يلجأ له، فراح يحس في ضيق، إنه كأنما يصعد إلى السماء، شعور الضيق، عرفت؟ هذا هو التفسير البسيط اللي أنا بحكي لك إنه أخذته من أكثر من مصدر، أوكي؟ التفسير ده انت متأثر بيه بالعلم نفسه، وحاولت انك انت تسقطه غصب وقهر على النص، لا والنص ما بس بيقولش شوف، كده ولا يقصد كده. تمام، بس خليني احكي لك. هلا انا لما اجيت موسى استقل قال ايه؟ تفسير مش قال ربي يشرح، مش قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، نعم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
يبقى الثلاثة السؤال مرتبطين، الثلاثة لا مرتبطين. يعني يا رب اقنعني، اقنعني وسهل لي الأمور وخليني أتكلم كويس باللي أنا مقتنع بيه علشان يفهموني. إنما اوكي. مش هقول له يا رب ابسطني وخليني أتنفس كويس علشان يفهموني. لا 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 احمد، هي مش يعني، هي يعني هي اللغه تحتمل اكثر من معنى، في كثير امور بتحتملها اللغه، في واحنا مرادفات قايلين ايه في اغلب الشرط؟ اللغه كثير. واحنا قايلين ايه في الشرط؟ اوكي، انه ما يكونش الثلاث في شروط اللي احنا مرادفات. قلنا عليهم، ان ما يكونش في مشترك لفظي، خصوصا ان ما فيش قرينة صارفة. صح، بس يا احمد اللغه تحتمل، يعني احنا ما بنقدر نيجي نحط شرط ما هو لو وننكر اللغة احنا اللغه تحتمل، شو بتحتمل وما تحتمل، صح ولا لو لا؟ اللغة تحتمل، صدقني لو اللغة تحتمل، انا في صفحة الوفيات بتاع جران الاهرام بتاع الجمعة، انا هطلع لك فيه ثلاثة اعجاز علمي على الاقل يعني. احمد، احنا بنحكي هلا اللغه ايش بتحتمل ايش ما بتحتمل. اللغه كثير فيها مرادفات وكثير بتحتمل الفاظ، هاي اللغه، مش ما بحكي لك القران، بحكي لك اللغه العربيه ايش بتحتمل. صح، ما هو النحو يبقى ده ما يحتمل. ينفعش، يبقى عشان يكون اعجاز علمي انا افضل ادور على مرادفات لغايه ما الاقي المرادف اللي يوافق الاعجاز العلمي اللي في دماغي، ده ما اسمهش اعجاز علمي. هل لا ربنا ما كانش قادر ان يقولها بلغه واضحه لا تحتمل التاويل ولا الاشتراك اللفظي عشان تدل على اعجاز علمي؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة يكون، مش بالضرورة يكون المعنى مبني على. هلا شوف، يبقى أنا احنا بالنسبة هنا إلي هنا، كأحمد، اولا شوف، بس المعنى أنا بدي الواضح، أحكي لك شغلة يا أحمد، لو سمحت الايه اللي انت أحمد، قلتها بس خليني أحكي لك شغلة، خلفت الثلاث بس شروط، خليني أحكي الايه اللي لك، انت قلتها خلفت الثلاث بس شروط. خليني أحكي لك نقطة، خليني أحكي لك نقطة. أنا بالنسبة لي الإعجاز اللي حاصل هون لا يعني إنه ما الناس ما كانت فاهمة. أنا بالنسبة لي أي تشبيه في القرآن دليل على إنه الناس قادرة تفهم التشبيه، تمام؟ بذلك أنا بإيش بستنتج؟ أنا بستنتج إنه الناس كانت عارفة شو معنى يصعد إلى السماء، وعارفة شو معنى ضيق الحرج والصدر، تمام؟ وأنا من الناس اللي بآمن إنه الناس زمان كان عندهم تطور وفاهمين شو يعني كلمة يصعد إلى السماء. يعني القرآن ما إجا أعجزهم في مبدأ إنه يصعد إلى السماء، لا، أنتم عارفين شو معنى يصعد إلى السماء وهم فاهمينها. لذلك القرآن لما ورد هاي اللغة الناس عارفة شو معنى يصعد إلى السماء، لكن بالنسبة لنا إنه يعني هو إعجاز إنه ذكر لهم الإشي اللي هم يعني في تشبيه معين هم عارفينه. عرفت؟ لا، ايه الاعجاز في ان هم يعرفوا حاجه هم عارفينها؟ ايه الاعجاز في ده؟ الإعجاز. أوكي، خليني أحكي لك شغلة. هلا إحنا بشكل عام، أنا ما بعرف، بديش تختلط الأفكار معي، أوكي؟ بس عليها من ناحية علمية، أوكي؟ إحنا بالنسبة لنا الصعود إلى أعلى بضيق عندك، بصير عندك فيه ضغط، فبتقدر بصير عندك مشاكل بالنفس، كذلك النزول إلى الأسفل، صح؟ صح. مزبوط، أوكي. طيب هلا الناس مرت عليها حقب تاريخية، في حقبات بتتطور، في حقبات عندها تطور، بعدين بيروح التطور وبتعيش الناس في وقت لا علمي فيه. فلما نزل القرآن على قوم قريش اللي ما كان عندهم تطور، القرآن ذكر لهم موضوع الصعد إلى السماء، صح؟ اللي هم في عصرهم ما بيعرفوا شو معنى أن أتصعد إلى السماء وصدري يضيق وكذا وكذا وكذا، مش لسه صح؟ قايل من شوية إن الناس كانت عارفة؟ خليني أكمل لك الفكرة، أوكي؟ طيب هلأ كلمة كأنما يصعد إلى السماء، أنت بتحكي لي عن، أنا بدي أذكر لك موضوع أنك تحكي لي عن الجبل والطلعة وكذا وغيرها، أوكي؟ فإحنا بالنسبة إلنا لناس إجينا بعد 1400 سنة جربنا شو معنى الصعود إلى أعلى وعرفنا شو معنى ضيقة الصدر، شخص زي محمد ما كان عنده، ما عمره جرب وما عمره طلع وما عمره لا جرب طلع، يطلع، لا كيف طلع طلع؟ غار حراء. بس أنت لما بتطلع غار حراء بيضيع نفسك؟ عمرك جربت تطلع على غار حراء؟ لان هو كان أنا قصده وانت بتطلع بتنهج وبيضيق لا، بس النفس ما فعلا كان وانت هيك البيت، بتنهج، بس أنت مش الصعود إلى عرفك السماء مش زي الصعود إلى الجبل يا ليه أحمد، ليه؟ ليه ليه ليه؟ ليه. هو لازم أنت الصعود الى قل لي السماء معناه في طيارة؟ يعني كيف بدك تصعد إلى السماء أنت على جبل، بدك يعني إذا أنت بدك تطلع السماء بتطلع على جبل؟ لو طلعت كيف؟ جبل ايفرست وماشي على رجليك هتلاقي فوق برضو مفيش اكسجين. صح، بس ما في جبل إيفرست هناك. أعلى جبل في مكة قديش استاذ احمد، ارتفاعه؟ استاذ احمد، انا قلت لك ثلاث شروط من قبل ما تقول الايه اصلا، والايه دي بتخالف الثلاث شروط: الاشتراك طيب اللفظي، التجربه ماشي، الشخصيه، خلينا ننتقل على آية ثانية. ان حد يكون عارفها. أوكي، مو مشكلة، عادي بننتقل على آية ثانية، ما في مشكلة. طب اخر ايه؟ طيب بس عشان ما نطولش على الناس. أكيد أكيد، طيب طبعا. أوكي طيب، أنا لما باجي بطلع على الجزيرة العربية، طيب جزيرة، منطقة شبه الجزيرة العربية، صحراء قاحلة وما فيش فيها محمد طول عمره عايش في مكة،
بين أهله وبين كل الناس، بتنزل آية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الحاجز اللي بين البحرين شو تفسيره؟ ايه البحرين دول؟ قصدك يعني بحر ونهر يعني؟ لو لا خدنا بحر كده وبحر، بحر وبحر، ايه البحرين اللي هو اللي ما بينهم برزخ ولا يبغيان؟ يعني لما بتطلع على المحيط الهادي مع الناس، أي محيط، هذا البحر ما بيختلط ميته مع هذا البحر، بينهم حاجز. يعني ايه ما بتختلطش ميتهم؟ يعني ايه؟ مش انا مش يعني فاهم يعني ايه ميته ما ما بتختلطش ميتهم. بتختلط، ما بتختلط يعني دي ميتهم. مش ميه، يعني ايه اللي في الميه ما بيختلطش؟ دي ميه كثافة، بالاملاح ودي ميه بالاملاح. نعم، كثافة المياه هي مختلفة عن كثافة مين قال المياه انها ما عادي. قناة بتختلطش؟ السويس يعني، العلم. اقول له قناة السويس. مين قال يعني ما بتختلطش؟ العلم. العلم بيقول ان مياه البحار ما بتختلطش؟ نعم. لا بتختلط عادي. لا ما بتختلط عادي، كيف؟ لا بتختلط لا ما بتختلط. في المنطقة بتاعت الاختلاط دي بتختلط. انت لا شفت كيف؟ حاجز كده، حاجز ان على اليمين في مية المحيط الهادي وعلى الشمال في مية المحيط طبعا الاطلسي. طبعا في كثير فيديوهات، طبعا وصوروها البحارة، طبعا موجودة. طبعا انت ما عمرك شفت الفيديو؟ مش عارف يعني وفرق الكثافة ده بيتشاف بالعين؟ طبعا بتشاف بالعين. مش عارف، انا دي ما اعرفهاش طبعا انت، بصراحة. احكي لك وانا معك، اوكي. بتقدر تفوت هلا على اليوتيوب تكتب انه مثلا بحرين، مثلا اي بحرين هو بين بعض، شوف. الكلام ده مش صحيح يا استاذ احمد، وانا في عندي فيديو لبحرين اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، والموج جاي من هنا والموج جاي من هنا وبيختلطوا عادي جدا. اوكي طيب، اوكي تقدر تخش بتقدر تفوت على عن اليوتيوب هلا وانا بحرين معك. صفحه، البحرين بقول لك مقصود عندي فيهم على بحر صفحه النهر، الفيديو، احمد مقصود فيهم بتقدر بحر تفوت على النهر. اليوتيوب وانا لا معك هو بيقول لك عادي. بحرين يا حسن، هو بيقول بحرين يا حسن، فانا عندي فيديو موجود طب على اوكي، القناه عندي احمد سامي بتقدر تفوت صح؟ هنا على التيك توك، على صفحتي استاذ احمد. انت مش محتاج تروح على يوتيوب ولا حته، صفحتي انا عليها فيديو ليه اللي حضرتك بتقوله الظاهره دي، وبيختلطوا عادي جدا قدام طب عينك. عادي يفوت، انا بدي اخلي احمد يفوت ويكتب. انا مش هفوت في حته، ما انا بقول لك انا منزله عندي، افوت ليه تاني؟ ما انا ما بقول انا لك خايف انا ادخل عندك منزل. واطلع من اللايف صراحة، بدي اشوف الفيديو، ما كيف هو بدي ده كده اشوفه؟ كده كان اخر اعجاز، فكده انت بقى روح شوفه بقى. ده كده كده كان اخر اعجاز، طيب فروح شوفه بقى. لا لا شكرا لا لا، استاذ بس احمد. انا بدي احمد يشوفه عادي، يشوف الفيديو اشوف ويشوف اذا البحرين ما انا بيختلطوا او لا. ابقى تالت اشوف مرة لما ارجع عشان البيت. البيت يفهم على مهله. امال ايه استاذ احمد؟ بقول لك الفيديو عندي. شكرا استاذ واتمنى احمد برضو ان هم نورتنا. ايه يعني تتفقوا برضو بقى مع بعض. يعني شكرا لك احمد، انت راجل محترم يعني. انا الله يخليك. يعني تبقوا تتفقوا، لان مره واحد يطلع يقول لنا قصده بيها نهر وبحر، وان البحر هذا ملح وجاج، وهذا عذب فرات. عذب فرات، وهذا ملح وجاج، نعم. والناس تانية يطلع تقول لك لا البحرين اللي هم بحرين عادي، والناس تانية لا تطلع هم تقول لك لا ايتين انا احمد. قصدي البحرين ما بيختلطوش، اللي هم طبقات البحر ما بتختلطش. مش عارفين والله، والله احنا مش عارفين بالظبط يعني ايه. لو تشاوروا لنا على المعجزه بس يبقى كتر خيركم يعني. المعجزة انه الآية نزلت على واحد جوا مكة ما عمره شاف اللي بحر. هي ايه؟ اللي هي فين؟ انا بقول لك انا سمعت ثلاث حاجات هم مختلفه لسه من ثلاثه ناس. بيدوروا يا سيم أحمد، مش عارفين، انا لسه بدور على هم المعجزه. أيتان. أحمد هم أيتان، هي آية مرج البحرين يلتقيان، والآية الثانية مختلفة أنا ما جبت سيرتها، اللي هي ولا يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أوكي، لحد الآن مياه الأنهار ما بتختلط مع مياه البحر، مع أن مياه الأنهار بتصب في البحار. يعني إذا في اختلاط بالضرورة أنه مياه البحر تملح النهر مثلا بالضرورة، طب أو مثلا لما يعني تيجي تطلع. انا اصدق مين فيكو؟ اصدق مين فيكو؟ أنا والله احنا أنا بفرض، أنا بعطي انتوا مش رأيي صراحة متفقين في يعني. المعجزه، انتوا مش متفقين المعجزه اللي هي ايه بالظبط، مش عارف توصف المعجزه. اوكي، مش فاهمين المعجزة القران هي بيقول ايه؟ انه، اوكي، المعجزة هي كالآتي، انه لما نزل القرآن على سيدنا محمد نزل هاي الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. محمد كيف عرف انه في بحرين ما بيلتقوا مع بعض وفي بينهم حاجز؟ مثلا حاجز، انا ما بحكي حاجز طبيعي، هو فيرتشوال عادي، حاجز طبيعي موجود بين هذا البحر، فبيمنع اختلاط هذا البحر مع هذا البحر. كيف قدر يعرف هذا الشخص اللي عايش في منطقة ما فيها بحر وما عمره شاف بحر ولا عمره التقى فيهم، كيف قدر يعرف؟ طيب نبقى نرجع طيب للفيديوهات، ونرجع للتفاسير ونشوف 100% النقطة دي عشان 100% 100% شكرا شكرا يا استاذ. 100%. اسمح لي يا سامي، طيب بس مازن، انت كنت عايز تقول حاجة احمد، مازن؟ محمد عمره اتفضل يا طلع من مازن. مكة؟ لما نزلت الآية ما كان طالع من مكة، ما كان طالع من مكة، طلع من مكة راح على الطائف وراح على المدينة. فعلا نعم. هو القرآن ابتدى ينزل على النبي محمد وهو عمره كم سنة؟ على عمر لما نزلت النبوة كان عمره 40 سنة.
ولما اتجوز السيدة خديجة كان بيعمل ايه ساعتها؟ كان في مكة كان بيشتغل ايه؟ بالرعي. انت مش قاري سيرة النبي بتاعك؟ لا، قارئ سيرة النبي بس مش متذكر ايش كان يشتغل بالرعي. كان النبي محمد سابق ما كانش تجارة، بيشتغل تاجر في اموال السيدة خديجة وما كانش طلع رعي رحلة تاجر. تجارة لا ما طلع سابق. رحلة تجارة للشام؟ وين راح؟ ما راحش على الشام؟ وين بالضبط؟ يعني كيف خط السير الشام راح يكون؟ كيف خط السير راح يكون من الجزيرة راح العربية إلى الشام. الشام؟ سؤال بس يا مولانا، راح الشام ولا ما راحش الشام؟ ما بعرف إذا راح الشام. ده سير يعني انت مش قاري سيرة النبي بتاعك؟ أنا ما بعرف إذا راح على الشام أو لا صراحة. لا راح على الشام يا مولانا، بس كيف خط السير راح يكون لما يروح على مش الشام؟ مهم، المهم انه وصل الشام. أوكي، بس بالضرورة السؤال يكون شاف الثاني، راحة. السؤال الثاني يا استاذ احمد، مكة دي كانت عبارة عن ايه في عهد النبي محمد قبل النبوة؟ صحراء. مكة كانت صحراء، كان بيجيها ناس منين؟ إيلاف في قريش دي اللي هي ايه؟ من اليمن. اللي هو عبارة عن ايه؟ اشرح لنا يعني ايه إيلاف في قريش؟ إلى فهم رحلة الشتاء والصيف. يعني ايه رحلة الشتاء والصيف؟ يعني كانت في رحلة بالشتاء وفي رحلة بالصيف. منين بتيجي الرحلة دي ومنين؟ كانت في رحلة بتيجي من اليمن ورحلة بتيجي من الشام. في بحر أو في رحلة. اليمن ولا ما فيش؟ في بحر، في خليج. وفي انهار في اليمن ولا ما فيش؟ في أنهار. وفي بحر في الشام ولا ما فيش؟ وفي انهار في الشام ولا ما فيش؟ في أنهار بالشام. والتجار اللي رايحين جايين قرون في رحلة الشتاء والصيف دولت شافوا بالعين المياه الحلوة وهي تدخل في البحر المالح ولا لا؟ شافوا. نعم؟ شافوا. شكرا جزيلا، أنت جاوبت على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله لا، وبركاته. بس أنا ما ضربت مثال لا يلتقي ولا يستوي البحران، أنا ضربت مثل بمرج البحرين. طيب، شكرا استاذ احمد. بتفرج على يا الفيديو أهلا عندي بتاع وسهلا. مرج البحرين ده، الفيديو عندي. شكرا استاذ أوكي. احمد، نورتني. يا أهلا وسهلا.